السلام عليكم إخواني أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، أموركم هانية؟ اليوم جيت نوجد معاكم شباكية على طريقتي. كنتمنى والله تعجبكم وهانتوما معايا. عندنا في المقادير عندنا كيلو ديال الفورص معبور، كيلو عندنا جوج كيسان بهاد العبار ديال كاس العنبة ديال الجنجلان، عندنا كاس ديال الزبدة مذوبة، عندنا كاس ديال الزيت، معلقة كبيرة ديال القرفة تكون مغربلة، معلقة كبيرة ديال النافع، معلقة كبيرة ديال حبة حلاوة مغربلين طحونين، معلقة صغيرة ديال الخميرة هادي ديال الحلوة، وعندنا الخل جوج معالق كبار تقريبا ربع كاس، وعندنا الماء زهر باش غادي نجمعوا به العجين. المهم هانتوما غتشوفوني كيفاش غادي ندير وتبعوا معايا جميع المراحل. اول حاجه غادي نديرها غادي ندير واحد القبيسه ديال الملحه، ها هي غادي نبدا بهاد النواشف هما الاولين، أو بالزنجلان، حبة حلاوة، صافي غادي نميلونجيو هادشي. اللي بغا يدير المسكة الحرة يطحنها مع شوية السكر كلاصي، صافي ويديرها خلطو هادشي بحال هكايا. صافي غادي نديرو الزبدة، وغادي نديرو الزيت، غادي نشدو هادشي غادي نرملو بحال هكا، غادي نخليو هاد العناصر ملي غادي نرملهم نخليهم يرتاحو شي شوية عادة باش نكمل المقادير. حيت كل ما ترملات وارتاحت كتجيني مهمة. صافي انا غادي نخليها دابايا واحد شويه تقريبا بحال هكا شي نص ساعه تقريبا بما دخلوا لينا هذا الشيء مع بعضياته تميلون جلينا مزيان. صافي ورجع معاكم نكملوا طريقه التحضير. هاهي العجينه بعد ما رملتها خليتها كترتاح، زدت عليها واحد المعلقه ديال المسكه الحره مخلطه مع السكر كلاصي. هنايا عندي كاس ديال الماء زهر كاس وربع، درت فيهم هذا الملون الغذائي، غادي نمشي نديهم فوق البوطه ندير فيهم باش نجمع بهم العجينه، وغادي نزيد معاهم هاد ربع كاس ديال الخل، جوج معالق ديال الخل، صافي غادي نديهم فوق البوطة ونرجع معاكم. المهم ندير بعدا واحد المعلقة ديال الخميرة ديال الخميرة ديال الحلوة، هاهي وغادي ندير واحد الراس ديال المعلقة ديال الخميرة حبيبات غير شوية قد هيك. صافي ورجع معاكم، هو الخليط ديال الماء زهر مع الملون بعد ما درتو فوق البوطة يطفى. دابا غادي نديرو هاد الصفار ديال البيضة، صافي وغادي نبداو نجمعو.
بقى خاصكو زيدو. المهم هادكشي اللي غادي يجمع لكم العجين. صراحة طالعة واحد الريحة زوينة. المهم انا غادي نجمعها وغادي نوريكم كيفاش غادي يجي القوام ديالها. هاي العجين بعد ما جمعتها مرطبة مقاصحة. المهم هي هاديك هاهي. دابا غادي نقطعها على ربعة وغادي نديرها في واحد البلاستيكة وغادي نخليها ترتاح شوية صافي ونرجع معاكم. هاهي العجينة بعد ما درتها في الميكا خليتها كترتاح. دابا قطعتها وسرحتها بالمدلك حيت انا ما عنديش هذيك الآلة ديال التوراق ما عنديش. المهم نديرو لها بحال هكا واحد جوج ثلاثة أربعة صافي. غادي نشدوها بحال هكايا نديرو لها بحال هكا بحال هكا. نجيبو هادي هكايا هكايا صافي. نديرو بحال هكايا صغيرة من هنايا باش نديرو الوريدة بحال هكا صافي. نحطوها شوف واش كيبان لكم ولا لا. المهم كنديرو لي هاكا كندخلو هاد الأطراف بحال هكايا باش كتجينا واحد الوريدة نقاد صافي. كنخلصوها من هنا درجات صغيرة حتى أنا درتها صغيرة شوية كتجي بحال هكا هاهي. غاديس كنصيف فيها صافي صافي. غنحط هادي جات صغيرة ندير معاكم واحدة أخرى صافي. كنديرو لها كنسرحوها بشوية بالمدلك كنديرو لها واحد جوج ثلاثة أربعة ديرو متساويين. كنديرو هكا وهكا وهكا هاهي. كنشدو هاد الطرف كنجيبوه فوق من هذا بحال هكا ياك. كنديرو صبعنا هكا كنديو من هنايا باش كندوزو نشدو الآخر هكايا. كنوريكم مزيان باش ما تحلش صافي. كنحطوها هكا فوق طاولة العمل صافي. وكنقادوها بحال هكا كنديرو هاد الجنب هكايا وهذا بحال هكايا. كنجبدوها هكا صافي. كنقرصوها من هنايا ومن هنايا. كتحب لي دراجي كبيرة ساعتين جات صغيرة صافي. غنكمل هاد العجين اللي عندي ومن بعد ندوزو للقلي. هاهي الشباكية ديالنا انا بديت كنقلي فيها. هاهو العسل تا هو لي صيبتو صيبتو في الدار صيبتو غير بالسنيدة. صراحة راه كيجي زوين وساهل ودغيا كيتصيب كلشي ديال الدار. عليها شويه باش ما تتحركش ليا سيدي ترسلي ليا ليا تحلي. صافي نقليها ملي غطيب
غنديرها في العسل وغنسقطها لهنا ونرجع معاكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه اللي حضرت معكم اليوم على طريقتي، وهانتوما شوفوا كيفاش كتجي، راها كتجي زوينه ومعلكه، هانتوما زوينه ودغيا كتذوب في الفم. صراحه كنتمنى انكم تجربوها بهاد المقادير، راه ما غاديش تندموا عليها نهائيا، وراها كتجي زوينه بزاف ورطبه وغتعجبكم ان شاء الله. ودوزوا بها الحريره، هي صراحه كتجي مع الحريره زوينه. وبالصحه والراحه، ونتلاقاو مره اخرى في فيديو اخر. مع السلامه.